الأملاح بدأت لا تطاق والشحة ظهرت للعلن وقتلت الزراعة والثروة الحيوانية، والمياه الواصلة لدجلة والفرات من دول المنبع دون مستوى الطموح. الحل السحري الوحيد لإنقاذ أهالي البصرة من الأزمة السنوية هو إنشاء محطات تحلية على البحر لإيصال المياه العذبة لكل بيت بصري. إنشاء محطات تحلية عملاقة على البحر لإنتاج المياه العذبة، في نية محافظة البصرة إنشاء 4 بارجات ترفد محافظة البصرة بمليون متر مكعب باليوم تقريبا. دول الخليج هي تعتمد على مصدرين، تحلية مياه البحر والآبار، وبصراحة دول الخليج قاطع شوط في هذا المجال. وعلى الرغم من إعلان الحكومة المحلية التفاوض مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء محطة على البحر لإنتاج الكهرباء والماء الصالح للشرب، زادت المطالبات بسرعة الإنجاز. أما الأموال المنهوبة من خزينة المحافظة أخرت الحركة العمرانية والمشاريع المهمة التي تخدم الشعب البصري حسب رأي المختصين. أكيد احنا محتاجين سرعة الإنجاز، لأن الماء ينتهي. يعني البصرة احنا الآن عندنا هذا السن الملحي دمر الشبكات الإسالة كلها، يعني فلا أكو بيت يجي ما يحط هذه الأوضاع الإسالة بداخل بيته، تنتهي فترة قصيرة بأقل من فترة شهر الأملاح تأكلها. سراق أموال البصرة اللي سرقوها وفلتوا بيها من جسر الفلتة، هذا اللي أخر البصرة هاي السنين. لا خلاص من الملوحة وشحة المياه إلا بإنشاء محطات التحلية في البحر على غرار دول الخليج، وسط مطالبات بالإسراع بإنجاز هذه المشاريع التي تخدم المحافظات الجنوبية. من البصرة يونس الرباعي، التغيير.